انا دابا كتقولوا السي عبد الاله درتي الاصلاح ديال التقاعد وزدتي علينا، صحيح انا درت الاصلاح ديال التقاعد وزدت عليكم واحد شويه، ولكن عرفتي واحد القضيه، دابا حنا في 2023، لو كان ما درتش الاصلاح ديال التقاعد ريال ما تشوفوش المتقاعدين، ريال ما تشوفوش، او غادي يلجؤوا لواحد القانون كاين كيلزم الدوله تمشي الكتله ديال الاجور وتاخذ منها النصيب اللي خاصها تاخذه منها باش تكمل التقاعد. ديك الساعات ماشي المتقاعدين ما غياخذوش، ديك الساعات الموظفين ما غيتوصلوش بالمنضه ديالهم كامله، اما غتمشي لهم منها 5% ولا 10% ولا 15% ولا 20% ولا داكشي اللي خاص باش يكون. لان انا ماشي كيهمني ندير لكم خاطركم ونملس لكم على ريوسكم ونكذب عليكم ونقول لكم غنزيدكم 2500 درهم وغنزيدكم 5000 درهم وغنعطي اللي عنده 65 عام 1000 درهم، فهمتيني ولا لا؟ وتصوتوا عليا وملي نوصل نقول لكم باع، ما كاينش هذا الشيء. انا كنتكلم معاكم بالمعقول، انا كنتكلم معاكم بالمعقول الاخوان. لا عجبكم الحال مبارك مسعود، ما عجبكمش الحال قولوا لي امشي بحالي. اين هو المشكل؟ اين هو المشكل؟ واش عقلتي ولا نسيتي؟ وديك المراه اللي جات كيسولوها في طنجه قالوا لها هذا السيد اللي كتصفقي عليه مراه كبيره راه زاد عليكم في الظلمه، قالت له ما كاين مشكل الا كان زاد علينا الحاجه اللي فيها المصلحه ديالنا مبارك مسعود. طبعا لانه ذاك الوقت انا فاش زدت عليكم في الظلمه كان عندنا خيارنا، ولا بقينا غاديين بالطريقه القديمه كنساندوا المكتب ديال الماء والكهرباء، غادي ما يبقاوش عندنا الفلوس باش نخلصوا، ما يبقاش عندكم الضوء. دابا واخا يكون اللي كان كيف ما فقتي في الليل كتبرك كتشعل الضوء، وكتطلق الماء سخون كتلقى الماء سخون، وكتطلق الماء كتلقى الماء. ايوا راه سمحوا لي السير ديال الدوله راه ماشي هو ندير لكم الخطر، وكتقولوا دابا يسحب لكم الا رجعت، انا غير غنرجع غادي نجيب الفلوس ونكبهم عليكم. ما كاين لا فلوس لا سيدي زكريم، دابا كنقولها لكم انا الا رجعت عاود ثاني رئيس حكومه وانا ما هو لا نرجع، ما باغي نرجع ما حتى وحده فيهم الا اذا كان من الضروري ولزمني سيدنا، اللهم لزمني الا رجعت نقولها لكم من دابا. ولكن انا ماشي كنحلم باش نقول لكم رئاسه الحكومه، غير كنقول لكم السياسه هي دير الحاجه اللي فيها المصلحه. هادو دابا شنو داروا ملي جاوا هما مساكن تيبكيو علينا ما تيبقاوش فيكم، كل مره يقول لك الحكومتين منيشين علينا، الحكومتين السابقتين الاولى والثانيه اسي، وملي الحكومه الاولى هي السبب في هذا الشيء علاش صوتوا عليها المغاربه، ملي بحال هكذا علاش صوتوا عليها المغاربه؟ وانت السي عزيز فين كنتي في الحكومه الاولى؟ كنتي قدامي مقرد وانا اللي كنت كنحل لك المشاكل مع سيدنا، انا اللي رغبتو على 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 تحليه المياه ديال الجنوب ديال الشتوكا ايتباها اللي كاينه في اكادير، انت ما كنتيش قادر باش ترغبوا على داك الشيء ورغبتوا على اشياء اخرى، فهمتيني ولا لا؟ وملي وشكون اللي جاب سي سعد الدين العثماني وشكون اللي دار داك البيعه والشراء كلها؟ هي انت، هذه هي الحقيقه هي هذه. وكنتي جالس معاه واخذ انت والحزب ديالك لا 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 يعني الوزارات الكبيره ديال الاقتصاد والماليه والصناعه والتجاره والفلاحه. ايوا شنو هو اللي حنا تسببنا فيه؟ تسببنا في المشكل في العلاقات مع البرلمان، هذه وزاره كدير مشاكل، فاش تسببنا في المشكل؟ انت ما في يدكش والحكومه ديالك ما في يديهاش، وكل مره الحكومات السابقه. واش بعدا انت جبناك باش تبقى تبكي علينا بالحكومات السابقه؟ انت جبناك باش تحل المشاكل اللي يكونوا داروها الحكومات السابقه ولا الحكومات اللاحقه ولا الحكومات اللي قبل التاريخ؟ جبناك باش تحل المشكل، ما جبناكش باش تبكي علينا السي خنوش. الا باغي تبكي سير لداركم. واحد القضيه اخرى، دابا انت رئيس ديال الحكومه، ملي جيتي كتقول واخا تصادفتي مع الحرب ديال اوكرانيا وما نعرفش، طيب مبارك مسعود ما عندك سعد جيتي تصادفتي مع بسم الله الرحمن الرحيم اللي كان كيقول لي جيتي ببركتكم، انت جيتي ببركتك. طيب اسيدي مادام جيتي ببركتك خرج عند الناس اشرح لهم قول لهم الغالب الله، قول لهم الظروف ما سمحاتش، قول لهم سمحوا لي داك الشيء اللي قلت لكم ما بقاش ممكن، غندير حاجه اخرى، كنأملوا في المستقبل، فهمتيني ولا لا؟
قول هذا الشيء للناس، راه المغاربه راهما ناس معقولين. واش دابا واحد القضيه، واش دابا واحد القضيه، دابا الا وصلتي رئيس الحكومه، الا وصلتي رئيس الحكومه ولقيتي ظروف صعيبه، راه ممكن تلقى اي ظرف، ممكن تلقى اي ظرف، ما كتكونش المستقبل يعلمه واحد هو الله سبحانه وتعالى. شنو غادي دير ديك الساعات؟ تبدا كتكذب على عباد الله، عاوتاني يستمر في الكذب والبهتان والوعود المعسوله، وتيقول الناس غنديروا غنديروا غادي يكونوا كذا. دابا عاد بدا كيخرج تيقول دابا الغلب الله، راه كاين مشاكل دابا وانا هذا الشيء قلته في بلاصتو، قلته في الاول فاش يلا وليت امين عام، وتنقولها للمغاربه، تنقول لهم المستقبل ربما يكون صعيب، خصنا نوجدوا ريوسنا، ولكن باش نوجدوا ريوسنا مزيان خاص الناس يشوفوا العدل. ماشي مشكل واحد ياخذ خبزه، الاخر ياخذ نص خبزه، الاخر ياخذ ربع خبزه، ماشي ما ياخذ والو يبقى يشوف، لا يمكن ياخذ ربع خبزه ماشي مشكل، ويشرب عليها كاس ديال الماء ولا كاس ديال التاي ويقول الحمد لله. ولكن باش يبقى كيشوف الناس كيعيشوا في الخيال، وهو وتقول له انت يصبر لان كاين الحرب في اوكرانيا، ومالك اخويا ما تصبرش حتى انت، مالك ما تصبرش حتى انت، الى بزاف الى بزاف نتقاسموه ويكون كل واحد عنده اللي يكفيه، الى ماشي بزاف فهمتيني ولا لا، ما ننساوش اللي ما عندوش. وخصوصا انك السي عزيز كتعرف اللي عندك استحقاقات، خصك تكون راجل وتديرها. انا كنقولها للمغاربه عزيز اخنوش خصو يكمل الاصلاح ديال التقاعد، لانه هذا الشيء اللي عملت انا في التقاعد غادي يزيدكم حتى ل 27 او 28 او 29 ماكسيموم، من 27 غيكونوا عندنا مشاكل، خاصو يزيد دابا يدير الاصلاح ديال التقاعد. ملي جا وهو كيدخل ويخرج في الهضره، وداخل في واحد التحالف مع واحد النقابه كتعتز باللي ساهمت في الاسقاط ديال العداله والتنميه، وهذه اول مره كنسمع نقابه كتعاون مع الاثرياء، وكتعاون مع اصحاب الريع، وكتعاون مع اصحاب الملايير ديال الدولارات باش تطيح حكومه جات من الشعب، وباز لهذه النقابه وباز لذاك الكماره اللي كيسيرها. كماره ما فيها لا اله ولا حتى، كماره ما فيها لا اله ولا حتى، كان بلونطون ديال السي عبد الله ابراهيم تولى كيسير نقابه، ما تسناو الا هذا الشيء. الحقيقه هي هذه ديال السي محجوب بن الصديق، يسمح ليا وما تيحشمش وتيجي يقول هذا الكلام. وشحال من مره ملي كنت انا رئيس ديال الحكومه فاتح ماي ما قدرش يديرو ويجمع الناس ويتكلم معاهم، ولكن الفلوس راه ما عندك، هذه هي الحقيقه. انت فليسي يمكن لك التعاون باش تطيح العداله والتنميه، يمكن التعاون باش تطيح حتى الصحابه رضي الله عنهم، علاش لا؟ مادام غتاخذ الفلوس سير خذ الفلوس. هذه هي، هذا هو المغرب ديالكم اللي كتعيشوا فيه. وتيخص السي عز اخنوش يعرف باللي خصو يصلح التقاعد، والا في 29 ما غتلقاوش التقاعد، وخصو يكون راجل وخصو يخرج يشرح للناس ويوضح لهم فهمتيني ولا لا. ولا خرج للناس ووضح لهم اللي درت انا الاصلاح ديال التقاعد، خرجت مظاهره واحده فيها 200 واحد، المغاربه قبلوا مني الاصلاح ديال التقاعد، لان تكلمت معهم بالمعقول، قلت لهم راه الا استمرينا في الطريقه هذه في 2023 من 21 حتى 23 انتم في خطر، 23 ما تلقاو ما تاخذوا، المغاربه تقوا بيا، ما يمكنش تحكم بلا ثقه السي، ما يمكنش، خاصك الا بغيت تحكم تكون عندك الثقه ديال الشعب والثقه ديال جلاله الملك، فهمتيني ولا لا؟ بغيتي تكتفي بالعفاريت والتماسيح لك واسع النظر، ما عندي انا ما نعمل لك. فكيخصك كذلك تصلح المقاصه، سمحوا لي يا المغاربه ردوا البال، دابا انتم انا والحقيقه كون جبرت ما نعرف اش غندير معاكم. علاش؟ لانه خصكم تفهموا وتوعاو، كتقولوا السي عبد الاله انت فهمتينا السياسه، على هذا الحساب ما فهم لا انا السياسه لا انتم فاهمين السياسه. المقاصة الإخوان هي فلوسكم كتخاد بغير حق، طبعا ماشي من الجيب ديالك مباشرة، إي ولكن فلوسك ديال اللي في الدولة راه ديالك، راه هذا العام هذاك 40 مليار ديال الدرهم اللي مشات في المقاصة باش توصلك البوطة أنت 140 درهم ب 43 درهم. أنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، ولكن واش بعد هذا الشيء كله كيمشي للوجه ديالو الصحيح؟ أولا 43 مليار ديال الدرهم، انا كنت باغي نعطي المليون اسره 1000 درهم في الشهر غتكلفني 12 مليار،
43 مليار ديال الدرهم غتعطي لربعة الملايين ديال الأسر، ربعة الملايين ديال الأسر. واش كاين في المغرب ربعة الملايين ديال الأسر اللي ما عندهم باش يعيشوا؟ امتين ولا؟ وديك الساعات باش يشريوا البوطة ويشريوا داكشي اللي قلت لكم قبيلة كامل. ولكن كيقولوا كيقولوا لكم عبد الإله هو اللي زاد عليكم في المقصة، لأنه حيد الدعم ديال المحروقات. شو هو الدعم ديال المحروقات؟ هو اللي خرج من فاس وتن الرباط في الطوموبيل ديالو كنعطيه 80 درهم، وملي كنت راجع كنعاود نعطيه 80 درهم من الفلوس ديال المغاربه، وهما فرحانين وانا فرحان. هذا الشيء اللي بغيتي، هذه السياسه انا ما صرح لكمش، والعداله التنميه ما صرحاش لكم. خاصكم تعرفوا المعقول، لان علاش الا كنت هاد الفلوس هادو هذاك السي القجع، قلت له السي القجع اعطيني شويه من هاد الفلوس اللي وفرت لك في المقصه نعطيها للناس. قال لي السي عبد الاله لو كان ما درتيش داك الشيء في المقصه ما غنجيب لكش الميزانيه، ما نلقى ما نجيب لك. هذا الشيء اللي خاصكم تسمعوه. كيجيو الكذابه يكذبوا عليكم كتيقوهم. وانا خمس سنين وانا كنبح في هذاك البرلمان فهمتيني ولا لا، ونشرح لكم كتنساوني في ضربتي لازيد دغيا. كيفاش؟ طبعا انا ما كنجاملكمش، كنقول لكم الكلام ديال المعقول. انا الكلام اللي كنقول لكم تيخرج من القلب ديالي، تيخرج من الكبده ديالي. انا ما كنديش والله ما نعقل على راسي، ديت لكم درهم بغير حق، درهم واحد.